حذر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر بتداعيات خطيرة. يأتي هذا في الوقت الذي يلتقي فيه عدد من النواب المستقلين وآخرين ينتمون لأحزاب سياسية وزير العدل اللبناني ونقيب المحامين للبحث في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد قرار النائب العام الإفراج عن كل الموقوفين في الملف، وينفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحركا أمام قصر العدل رافضين قرار النائب العام مطالبين بالإبقاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار محققا في الملف. وعن هذا التحرك تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، ما الأبعاد التي تكتسبها هذه الخطوة من النائب العام ما بين الحكومة الجانب القضائي وأيضا الجانب الشعبي الذي كان متضررا من وراء يعني هذا الانفجار الضخم؟ طبعا هو انقلاب قضائي بخلفيات سياسية إذا جاز التعبير، هذا ما تؤكده الصورة التي نرصدها اليوم للتحرك الشعبي لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ويؤازرهم طبعا عدد من النواب السياديين ونواب مستقلين، لكن هذا التحرك أعاد إلى الأذهان اصطفافات سياسية سابقة شهدتها البلاد خلال اصطفافات معسكري 18 من آذار. طبعا الجميع يعلم أن النائب العام أفرج عن كل الموقوفين 17 في قضية انفجار المرفأ، وادعى على المحقق العدلي طارق البيطار ومنعه من السفر، وبالتالي هناك انقلاب قضائي وانشطار قضائي عمودي وحاد جدا، تداعياته لن تقتصر على قصر العدل الذي ينتظر الجميع اجتماع المجلس الأعلى للقضاء فيه في حال توفر النصاب وسط هذا الانقسام وما يمكن أن يخرج به الاجتماع لدرء التداعيات الخطيرة لهذا الانقسام. لكن التخوف الكبير من أن هذه المؤسسة القضائية التي تم التعويل عليها في السابق كثيرا على اعتبار أنه يمكن حمايتها من الاصطفافات والتدخلات السياسية إلى حد ما، اليوم تشهد أو يعني يقول النواب الذين حضروا إلى هنا إنهم ينعون القضاء في لبنان بعد الخطوات التي اتخذها النائب العام غسان عويدات، وهو الذي طبعا حاول في قراراته أن يقول لأهالي الضحايا إن هذا الملف أو ما تمكن من جمعه القاضي البيطار في هذا الملف بات في مهب الريح، وربما يقولون إنه يحاول أن يقول بأن أي جريمة سياسية تحصل في البلاد لا يمكن الكشف عن حقيقتها. طبعا هنا نقتبس لعدد من النواب الذين التقيناهم في هذا التحرك. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا لك.